مرحبا بكم. واضح في عند الشيف محمد بحمار، صانع احسن صانع بيتزا عربيا. مرحبا بكم في جزيره جوفنتوس قناه واضح والدار.com. التجربه تاعي اول خطره باش نمشي لاباط هي كانت عندي في المنزل مع الوالده تاعي. الاخ تاعي بروبوزال يعني مجال واحد اخر، قال لي هذه مهنه يعني مهنتي غير لائق بك، وانا حبيته بالشوق وكملت فيه، تحديت صعوبات وكملت فيه ونجحت الحمد لله. بيتزا تاع الشيف محمد انيس خاوتي الميور كاع في حاوله، ديجا سبيسياليتي غير بيتزا، خاطر لي ساندويتش منها بيتزا روعه كاع. كل شيف عنده لمسه تاعو، عنده لاطوش تاعو، وانا الحمد لله من محبين البيتزا، نحب نكريي ونحب نبدع في المجال تاعي. بالنسبه للزبائن الكرام الحمد لله عندنا 58 ولايه يخزونا، وهذه نعمه كبيره افتخر بها على كل حال، وزيد تحفزني في امور بزاف. عندنا زبائن عن طريق الانترنت، عن طريق الهاتف، توصيل، يعني والله نعمه كبيره الحمد لله. زاد بزاف من هنا، كي نحبوا ناكلوا البيتزا نجوا عند خونا محمد يتهلا فينا. هو راني لخص في كتاب ان شاء الله في المسيره تاعي، وفي وصفات انواع الخبز، انواع البيتزا، انواع المعجنات ان شاء الله، ويكون هي الانطلاقه تاعو تكون من الجزائر ان شاء الله، 58 ولايه ولا لا تكون يعني حتى عربيه، وان شاء الله نتمنى تكون عالميه ان شاء الله.